المشاهدين والمتابعين من أرضية ملعب السيد حميد، أحييكم في افتتاح بطولة أم العبيد برعاية عضو مجلس النواب العراقي الشيخ طه الدفاعي. طبعا أكيد أريد من عندك كلمة لجميع هذه الجماهير ووجهاء المنطقة الكرام والسادة الأجلاء لهذا الكرنفال الكروي الكبير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسم أهالي أم العبيد والقرى المجاورة وباسم الرياضيين جميعا وشبابنا نبارك لهم افتتاح هكذا كرنفال وبطولة، وإن شاء الله احنا داعمين لكل شبابنا ولكل الرياضيين، وفي المرحلة القادمة إن شاء الله بعد الانتخابات سنكون أولى الداعمين لهذه الفرق ولهذه المناطق في كل المجالات الخدمية والرياضية إن شاء الله. نعم سيادة النائب، أكيد تعرف الانتخابات على الباب أصبحت قريبة، أريد ناخذ من عندك كلمة ختام توجيهاتك لجميع شبابنا الرياضي في قضاء المدائن خصوصا في منطقة أم العبيد. والله احنا داعمين للشباب وللرياضه وخاصه هاي مناطقنا وديرتنا، ونتمنى من كل شبابنا الرياضيين نريد من عندهم موقف، واحنا على ابواب الانتخابات وهذا الموقف يرجحنا على المنافسين الاخرين في الفوز لكي نكون ممثلين لهم في مجلس النواب العراقي. شكرا شكرا جزيلا. المدينه ووجهاء المدينه والشيخ طه الدفاعي المرشح الاول لمدينه ام العبيد بان تكون اجمل مدينه هنا في هذه المنطقه. سادتي اهلا بكم من جديد، وفي مباراتنا هنا في مدينه ام العبيد، المدينه الجميله الخرافيه بشبابها ومشايخها، اليوم يرتقي بكتيبه البيضاء والكتيبه الخضراء لمسكون الانتصار في اول مباراه بافتتاح بطوله وبقياده حكم المباراه. حتى الان لم يعطونا اسماء الفريقين ولا حكم المباراه. ايها الساده والجمهور، ينطلق صافره حكم المباراه بالدقائق الاولى، لكن الكل ينتظر والكل يراقب. عباس نوير يعطي كرة طويلة ورمى التماس، الكرة تصطدم بالشبكة الصحفية، يعطونا رمى التماس. وقلت النجوم ما يفوزون ذاك اليوم؟ اليوم شو تقول اليوم؟ لكن ها؟ هم ما يفوزون؟ يا النجوم؟ ايه؟ لا لا يفوزون. يلا كرة في مكان، ترجع كرة على اليسار، رد بالك من الخطر، واحدة واحدة Yeah.
كرة في مكان، أجواء هادئة، يراقبون المباراة، كرة من بعيد، يمشي كرة، يمشي كرة، يمشي للساري، يمشي للساري، لا يا ولد لا، وخطر لا بعيد الحارس، ركبوا لا يا ولد لا، ستعاقب والله، عاقبوهم عاقبوهم، برافو الحارس والله يستحق التصفيق، أنا كمعلق أصفق لك يا ولد غريب في هذه المدينة، امشي 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 قول يا بعيد طولت والله وطالت عليك كذا نسجل من بعيد لكن وين؟ وين شوية السيد قاسم أكاد أن يسجل في هكذا كرة راسية من المدافعين ليس من اللاعبين النجوم وشكر وتقدير للمرشح الأستاذ الشيخ طه الدفاعي لهكذا مدينة جميلة تستحق يجب أن تقف مع هذا الرجل يستحق برأي أنا بشهادة الناس والجمهور الحاضرين بهكذا مباراة أنت بشهادتكم أنا ما أجيب كلام من جيبي كرة بعيدة يمشي 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 كرة وين للساري يا للساري يا للساري خلود الله يا ولد لا تزيد هدف بعيدة الهدف يطبخ على نار هادية والكرة وين والكرة المدافعين هذا ما تعديل على طريقة الكبير بالليل امسك خالد لا ومخالفة مخالفة لمدينة أم العبيد المدينة الخضراء كرة في مكان من الذي سيسجل كرة يا سلام يا سلام الحارس ينقذ الموقف يرجع كرة سرمد يعدي سرمد وين الكرة وين 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 خالد يمسي يمسي خالد لا الكرة جميل اعطي اعطي كرة وين وين بالك وين وين الساري وين كان خرافي هدف جميل في مباراة جميلة يا سلام مباراة أنا قلت لك سيدون أنا قلت لك اطبخ على نار يا إلهي يا إلهي ما الذي يحصل أمامنا وما الذي يحدث أمامنا في مباراة مجنونة مباراة خرافية تشوق جديد وين 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 الملايين سيقولون وسيتكلمون في لغة في أسطورة في في لغة جميلة ولغة الأهداف يتكلمون الكتيبة البيضاء يا إلهي يا وتسديدة من بعيد أيها الجمهور الكريم أيها السادة الأفاضل لا تذهبوا بعيدا انتظرونا بفاصل قصير ونعود إليكم كابتن محمد السلام عليكم. كيف معك؟ شلونك كابتن محمد؟ صح الاحوال؟ كابتن نهاد. طبعا شوط اول نقدر نقول يعني اداء مميز ودليل استطعتوا ان تسجلون هدف واكيد الشوط الثاني مثل ما تعرف شوط صعب وهو شوط المدربين. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله نقدر نقدم اللي علينا وفريق النجوم هم فريق كبير وله انجازيات وخارج وداخل المنطقه ان شاء الله نقدم اللي علينا ومن الله التوفيق كابتن قدمتوا اداء مميز كان النتيجه ممكن تكون اكثر من هذا العدد اداء جيد جدا من ناحيه فريق الدفاع ومثل ما قلت لك فريق النجوم فريق كبير يعني نلعب مقابل فريق كبير خاصه في منطقه كابتن محمد قاطعك بخير انا عندي شعار ان ما تسجل يسجل عليك ضيعت فرص هواي اكيد اكيد تعرف انت كل لاعب يعني وفكرته كل لاعب وخبرته يعني ما راح تتندم على هذه الفرص الضايعه بعد هاي اذا خسرنا نتندم ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق كابتن محمد الغالي حبيبي انت علي سالم والحكم الظني مع السعيد هذا ليس مكانه ليس مكانه صاروخ 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 وين حبيب الملايين وين
يعطيكم اللي حمودي السعدي ورجال السواد وسلم السواد يمشي كره واحده من بعيد يمشي 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 بعيده برافو المدافع والكره هذا خماسي يمس دريك اكبر وين الكرة وين ودى السيد لكذا مدرب الابيض يمس كرة لا وين 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 يا الهي يلا عاقبهم يلا عاقبهم يمسي يمسي لا يمسي لا عاقبهم يلا يسجلون يمشي اليساري لا يا ولد لا كرة يرجع يرجع لخالد عم لا ليست خالد لا يا ولد لا هو الأقرب للحالة علي السالم من بعيد يتابع كرة من جديد لا يوجد شيء أجدد من الأهداف أيها الجمهور الكريم شكرا لكم ولحضوركم بهكذا مباراة جميلة قد استمتعنا وسنذهب وإياكم لضربات الحظ لكن نحن كمعلقين أول ضربة للأخضر حمودي كرة تسديد برافو صاحب هدف التعديل يسجل ضربة حظ لدى الكتيبة الخضراء نجوم أم العبيد صاحب هدف التعديل يسجل ضربة حظ لدى الكتيبة الخضراء نجوم أم العبيد رجل جديد بلا عنوان كرة تسديد صاروخ كاظم وأنور أنور لدى الكتيبة الخضراء كرة ولكن هدف الكتيبة البيضاء أحمد الشياطين طريقة خطيرة وغريبة مثل كذا سيسجل أم لا كرة برافو سجلها كرة يلقبونه براموس أم العبيد سيد قاسم راموس تسديد صاروخ ماذا سيفعل في هذه اللقطة كرة برافو
برافو سي. سيسجل ام لا؟ يا ساريه سيعيد نفسه من جديد على اليمين. برافو برافو الحارس، مبروك للفريقين، مبروك لكل فريقين. يا بدعونا يا ريتكم تدعونا بالتوفيق. اي والله عند قضيه عباس عليكم.